في هذه التحديات الجميلة. مشاهدينا الكرام، نتابع معكم مسيرة هذا الشوط رابع الأشواط، والخاص هنا بالثنايا القعدان. إذن المهجنات الأصايل، نتابع شاهين على الصدارة هنا من هجن نادي الشبا مع سالم بن سعيد، بينما المركز الثاني سراب لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن خالد القاسمي بخيت بن سالم بن عبد الله المسافري في تضميره. وعلى المركز الثالث، المركز الثالث ياتي نجد سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهد بن سعود المكتوم مع محمد بن سعيد بن حلوة لقتبي. وعلى المركز الرابع ياتي منصف لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعود المكتوم قيادة مسري بن سالم بن عرضي الحميري. وعلى المركز الخامس ياتينا هنا الأسد هنا لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد ومختار بن أحمد في تضمير من ينطلق هنا بتحدياته وإثاراته الوصول أيضا بهذا الانطلاق والتحدي الجميل هنا. وانطلاقة شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، هنا يأتينا الذهب بقيادة أحمد بن سلطان بن رشيد على المركز السادس. المركز السابع شاهين هجن العاصفة مع غياث الهلالي من يأتينا على المركز السابع. وفي المركز الثامن، المركز الثامن وصل هنا ايضا معطش سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهد بن سعيد المكتوم، ويتابع في الانطلاق عتيق بن سالم بن عرطي الحميري هملول من هجن الرئاسه مع علي بن يمي اللهيبي في تضميره من ينطلق بتحدياته واثاراته المتميزه هنا بهذا الانطلاق على ثامن مراكزنا. بينما المركز التاسع هنا القادم بهذه الانطلاقة الناوي لسمو الشيخ حمدان بن راهي بن سعود المكتوم مع أحمد بن سلطان بن رشيدي. وعلى المركز العاشر مشاغب لسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة محمد بن عبد الله بن عبيد بن دبيل الفلاسي من يتابع هذه الانطلاقات على المركز هنا إذا العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى في هذه الانطلاقات في التحديات الجميلة هنا بهذا الأداء. نعود مشاهدينا الكرام إلى الصدارة بعد أن ذعنا العشرة المراكز الأولى في انطلاقات وتحديات مسائية جميلة. نعود إلى الصدارة إلى المركز الأول إلى شاهين المنطلق على صدارة هذا الشوط. وعلى المركز الأول من هجن نادي الشبا ومتابعة سالم بن سعيد من ينطلق على الصدارة على المقدمة. وعلى المركز الأول يسيطر على زمام الأمور سراب، يأتينا في المركز الثاني سراب في ثاني المراكز بانطلاقة سمو الشيخ خالد بن سلطان بن خالد القاسمي بخيت بن سالم بن عبد الله المسافري من يتابع ثانيا. بينما المركز الثالث يأتي الأسد لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد مع مختار بن أحمد في تضمير من ينطلق بهذه التحديات. على المركز الثالث رابع مراكزنا يأتي هنا النقد سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهد بن سعيد مكتوم مع محمد بن سعيد بن حلوة لقتبي في تضميره وتحدياته هنا في هذا الانطلاق. على المركز الرابع خامس مراكزنا شاهين هجن العاصفة مع غياث الهلالي، سادس مراكزنا الذهب لسمو الشيخ حمدان بن راهد بن سعود المكتوم مع أحمد بن سلطان بن رشيد. وصل مشاغب هنا في هذه الانطلاقة على سابع المراكز مشاغب لسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد المكتوم محمد بن عبد الله بن عبيد بن دبيل الفلاسي في تضميره من ينطلق بهذه التحديات وبالإثارة المتميزة. الثامن مراكزنا والقادم مشاهدينا الكرام هنا وتسلل الجاسوس لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهد بن سعيد المكتوم مع هنا المكتوم بقيادة كابتن الطيارة عبد الله بن سالم المسافري من يتابع هذا الانطلاق القدوم هنا ايضا القادم الناوي سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم احمد بن سلطان بن رشيد. وعاشرا ياتي هملول من هجن الرئاسة مع علي بن يمي اللوهيبي. هذه هي النتيجة
المراكز العشرة الأولى في هذه التحديات. لنا عودة مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل إلى الصدارة، إلى المقدمة، إلى المركز الأول بعد أن ذعنا العشرة المراكز الأولى. لنا عودة إلى الصدارة، إلى شاهين المنطلق بصدارة هذا الشوط بشعار هجني نادي الشبه، هذه المؤسسة العملاقة أيضا التابعة لسيد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد مكتوم وقيادة المضمر سالم بن سعيد، من يتابع هذه المؤسسة بهذا الانطلاق والتضمير. سراب ياتينا على المركز الثاني لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن خالد القاسمي بخيت بن سالم بن عبد الله المسافري في تضميره، ياتي ثانيا بينما المركز الثالث الأسد على ثالثي. المراكز هنا المنطلق بهذه التحديات الجميلة، الأسد لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد مع مختار بن أحمد في التضمير، من ينطلق على المركز الثالث. المركز الرابع ياتي شاهين على المركز الرابع هجن العاصفة وغياث الهلالي، بينما المركز الخامس مشاغب لسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد المكتوم مع محمد بن عبد الله بن عبيد بن دبيلة الفلاسي في التضمير. ومن الجانب الآخر هناك المنطلق نجد سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع محمد بن سعيد بن حلوة في تضميره الجاسوس، ينطلق سابعا هنا الجاسوس لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم عبد الله بن سالم المسافري في تضميره، من ينطلق بهذا التحدي الجميل. وصلت هجن العاصفة بشاهين بهذا الانطلاق والتحدي، هنا أرى وصول من هملول هجن الرئاسة علي بن يمي اللهيبي. أما على المركز العاشر في أول ندى وصل الذهب أيضا، بدأ يرتفع سعره وسجله مميز. ثم الشيخ سلطان بن خالد بن محمد القاسمي عبد الله بن أحمد بن محمد الجسمي في تضميره، هي الأسماء مشاهدينا ومتابعينا الكروم للمراكز المنطلقة بالتحدي وبالإثارة. نعود مشاهدينا الكروم إلى صدارة هذا الشوط، نعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول، إلى شاهين من افتتح صدارة هذا الكيلو المتر الأخير بالصدارة وبالمقدمة. شاهين هجن نادي الشبه مع سالم بن سعيد في سيطرة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني يأتي الأسد في المركز الثاني لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد مع مختار بن أحمد في التضمير. المركز الثالث هنا المنطلق بهذه اللحظات بهذه الانطلاقات والتحديات الجميله، ياتي الذهب سمو الشيخ سلطان بن خالد محمد القوسمي وهنا عبد الله بن احمد محمد القسمي، ولكن ارى شاهين هجن العاصفه مع غياث الهلالي القادم بهذا الانطلاق والتحدي الجميل. وهجن نادي هنا ايضا الرئاسه قادمه، هجن الرئاسه قادمه مع علي بن يمين لوهيبي، ولكن هنا الصدور والتغيير الذي طرى وجرى على المقدمة وعلى المركز الأول وصدورة هذا الشوط. هنا الأسد من غير على الصدورة، ولكن الله العاصفة وهجنها قادمة بهذا الانطلاق، قادمة بشاهين بدأ يتسلل بهذه اللحظات، عين على الصدارة، عين على المقدمة وعلى المركز الأول هنا بهذا الانطلاق. تهانينا تهانينا للعاصفة وهجنها على فوز شاهين بالمركز الأول، هانينا والناموس ولحظة الوصول إلى خط النهاية، معلن الفوز ومعلن الناموس. تهانينا هجن العاصفة ومالك سيد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوب، شكرا غياث الهلال. الاسد في المركز الثاني مع الشيخ محمد بن بطي الحامد، هملول في المركز الثالث، هجن الرئاسه المركز الرابع. من وصل مشاهدينا الكرام شاهين من هجن نادي الشبه هذا الانطلاق، وعلى المركز الخامس وصل هناك هملول هجن الرئاسه ايضا في خامس مراكزنا بهذه الانطلاقات والتحديات. نعود مشاهدينا الكرام الى التوقيت الزمني 9 دقائق 27 ثانيه، 9 من الاجزاء من الثانيه التوقيت الزمني
الزمني الذي سجل تحت أقدام شاهين. تهانينا هجن العاصفة، تهانينا غياث الهلالي. 9:28 تسعة من الأجزاء من الثانية، التوقيت الزمني للأسد لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد. تهانينا، تهانينا أيضا داعم لهذا الشعار والمتابع يخصيب محمد بن بطي آل حامد، شكرا. أيضا مختار بن أحمد وصل هملول ب9:30 تسعة من الأجزاء من الثانية. قلت الزمني لهجن الرئاسة. تهانينا الظافر علي بن إيمي الهويبي، تهانينا للجميع. طابت أوقاتكم